وصف الكاتب المغربي عبد العزيز كوكاس الكاتب والمفكر محمد السبيلة بالقارئ الإمبراطوري، وقال: كنت ألقب الراحل سبيلة بالقارئ الإمبراطوري، إذ يذكرني دوما ببطل قصة حكاها المبدع أحمد بوسفور ذات ربيع بزاغورة حول إمبراطور صيني طلب من فنان تشكيلي أن يرسم له جدارية تتضمن لوحة للطبيعة. قضى الرسام فترة طويلة وهو يخط جدارية القصر الإمبراطوري بطبيعة حية، أشجار وهضاب وواد يشق المراعي والمروج الخضراء وطيور تحلق في سماء زرقاء. بعد مدة طلب الإمبراطور إحضار الرسام على وجه السرعة. ركب الرعب الفنان وهو يقف بين يدي الإمبراطور وتساءل إن كان الإمبراطور لم يعجب برسمه، لكنه فوجئ به وهو يمدحه على جداريته المبهجة، فقد طلب منه إزالة الوادي من اللوحة لأنه يسمع هدير مائه ليلا وهو ما يجعله يفقد شهية النوم. ومحمد سبيلة كانت لديه أذن إمبراطورية، قارئ ذكي يلتهم الكتب ومفتون بقراءة الروايات التي كلما استعرت منه واحدة لقراءتها بتوصية منه كنت أجدها وقد خطت بقلمه، حتى أصبحت أقرأ نصين، نص الرواية المطبوع ونص موازي يتشكل من تعليقات وانطباعات سبيلة المخطوطة بقلمه الأسود. غالبا كان شديد الصمت، يحب الإصغاء جيدا لمحاوريه، وحتى حين تتطلع إلى ملامح وجهه لن تستطيع اكتشاف أي سيماء على محياه دالة على الرضا أو الغضب، على الاتفاق أو الاختلاف. وحينما يتكلم تجد صوته دافئا وهادئا، نبرته تبدأ خافتة ثم ترتفع تدريجيا دون أي تشويش في الانتقال من مقام صوتي إلى مقام آخر. فوق كل هذا كان للراحل محمد سبيلة جانب عاطفي جميل في العلاقات مع الأصدقاء، وهو السؤال المستمر مع أي غياب وفي أكثر من مرة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.